مؤسسة سوريا بتجمعنا ما بتخلى أبدا من مبادراتها ودائما مشاركاتها التطوعية على أرض الواقع دائما، إن كان بالزلازل ولا فترة المدارس ولا كمان هلأ مبادرتهم الأخيرة مع أسر الشهداء والعائلات للعسكريين يلي استشهدوا جراء الاعتداء يلي حصل على الكلية الحربية بحمص. أكيد بدنا نحكي عن كتير مبادراتها وشو جديد مؤسسة سوريا بتجمعنا لعام 2024 مع الأستاذة لبنى مسوح وهي مسؤول إدارية في مؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. لبنى، يعني لما نقول مؤسسة سوريا بتجمعنا يعني عم نحكي عن مؤسسة عمرها 12 سنة من العطاء من العمل الإنساني والتطوعي والخيري. كان لكم نشاطات كثيرة وعديدة ومشكورة جهودكم كثير بسنة 2023 خصوصا مع بداية الزلزال اللي كان في لكم نشاطات كثيرة. خلينا هيك نستذكر بعض من الأنشطة أو المشاريع اللي كانت موجودة خلال عام 2023. تمام، يسعد صباحكم مرة ثانية. أهلا وسهلا. هلأ مثل ما تفضلتي حضرتك، مؤسسة سوريا بتجمعنا صار لها 12 سنة على الأرض، وهي من يعني من أول ما بلشت كانت موجودة مثل ما تفضلتي مع الناس يلي هي بحاجة لنحاول نسد حاجاتهم بالشي اللي بنقدر عليه. هلأ خلال عام 2023 نحن دائما كان عنا خطة للسنة، نحضر سنة العام القادم بأنه يكبر الشغل، نتوجه لشيء تنموي. للأسف مثل ما تفضلت الزلزال اللي إجا خلانا شوي نعدل عن التنموي، منكمل بالإغاثي. مشاريعنا الدائمة المستدامة بالمؤسسة هي مكملة رغم الحالات الطارئة اللي صارت هلأ رح نحكي عنها، ولكن مشاريعنا اللي هي دوائي ومشاريع مثل ما تفضلتي الشباب نبض الوطن لتقديم القرطاسية للطلاب بالمدارس، مشروع برنامج تنفس تبع توليد الاكسجين، هاي كل المشاريع قائمه موجوده بالاضافه لحمله على امتداد الوطن الكبيره اللي هي دائما بتهدف لتقديم كل المواد الغذائيه العينيه، المبالغ النقديه للناس اللي هن بحاجه انه نكون معهم. هاي المشاريع كلها استمرت خلال عام 2023. تمام. بالاضافه للحالات الطارئه اللي حكينا فيها الزلزال كنا موجودين بالمحافظات الثلاثه على الارض، سافرنا وكنا معهم بمراكز مركز الإيواء، كنا معهم بالبيوت الآيلة للسقوط، البيوت المتصدعة، ساهمنا بتقديم أي شيء بنقدر عليه من مواد غذائية، من ألبسة، من مواد أولية للمطابخ الميدانية، حرامات. ونحن مستمرين بمشاريعنا. إجت الحرائق كمان للأسف بريف اللاذقية، كمان توجه فريقنا لهونيك، كان في زيارة للعائلات اللي تضررت بأماكن تواجدها، وكمان كان في تقديم سلال غذائية وسلال صحية وسلال إغاثية للعائلات المتضررة من الحرائق. طبعا استمرينا لحد ما للأسف صار يعني التفجير الغادر بالكلية الحربية، ساهمنا بزيارة بيوت الجرحى والشهداء العسكريين بكل المحافظات السورية. كنا معهم طبعا الجرح كبير، ونحن دائما بنقول شو ما كنا عم نقدم عم يكون قليل، وشو ما قدمنا ما بيعادل شيء من الشيء اللي هن قدموه والجرح الكبير اللي هن مجروحين فيه. فكنا معهم موجودين معهم، شو نقدر نقدم لهم من مشاريعنا من الشيء اللي نحن عم نقدمه حاليا، فهذا كان شرف كبير لنا مع الوجع اللي كان موجود. اكيد. يعني لبنى عم تحكي انت بوجع، العمل الانساني اساسه هو كميه هاي المشاعر الإنسانية الموجودة عند كل شخص. صحيح. كمان عم نشوف نحن صور من مبادراتكم اليوم، الأنشطة يلي صارت مع عندكم بال 2023 أخذينا معكم على 24 هي نفسها. هلا نشاطاتنا الدائمه اكيد اخذينا، ان شاء الله ما بناخذ الشيء الطارئ وما بيتكرر اي شيء بيزعل يزيد الوجع على البلد. نشاطاتنا مستمره، والخطه ان شاء الله اذا ما صار اي شيء طارئ نتوجه للعمل التنموي. نحن في عنا كان مشروع بداية، هو مشاريع صغيرة متناهية الصغر نقدمها للناس يلي هي ضررت من الحرب، لتحولي هذا الشخص من شخص له حالة معينة لشخص معين لأسرته يقدر هو ينتج. هذا المشروع عم نحاول نكمل فيه هلأ بال 2024، هو مشروع تنموي يعني، لأنه هذا الشيء بيرجع بشكل إيجابي على الشخص نفسه، وهذا الشيء رح يرجع بشكل إيجابي على البلد، أنه هذا الشخص يكون معين لعائلته وللمجتمع اللي هو فيه. فمشاريعنا مكملين فيها، وأكيد الناس اللي وقفنا معهم كل 12 سنة ما رح نقدر نتخلى عنهم هلأ، وإن شاء الله ما بيصير أي شيء طارئ يضطرنا أنه
نزيد الوجع ان شاء الله. ويعني معروف عن مؤسستكم دائما في امور جديده، في مشاريع جديده عم تكون على ارض الواقع، دائما عم تكون موجودين بكل حدث بكل مناسبه، مؤخرا راس السنه واعياد الميلاد، خبرينا شو الجديد يلي قدمتوه بهي المناسبات. هلا نحن دائما بعيد الميلاد المتوجه للاطفال مثل كل سنه، فهدايا الميلاد بضل هيك له رمزيه خصوصي انه يحس هذا الطفل بهي الفرحه، خاصه مع الوضع اللي نحن عم نمرق فيه. فمثل العاده زيارتنا بتكون لدور الايتام لتقديم الهدايا لهم ولنكون معهم ولنحتفل معهم، فهذا شيء دائم يعني كل بالاعياد كلها، ومؤخرا كانت مثل ما تفضلتي حضرتك بعيد الميلاد. كمان لبنى خلينا نفرض هيك مساحه من فقرتنا لنحكي فيها عن موضوع جدا مهم صار السنه الماضيه، هو التفجير الغادر يلي صار على الكليه الحربيه بحمص. صار في لكم زيارات لاسر الشهداء واسر الجرحى، خلينا نحكي عن هذا. هلا بالبدايه من وقت اللي تم الاعلان عن هذا هي الكارثه خلينا نقول، توجهنا لزياره هدول بيوت هدول يعني الاشخاص يلي ضحوا بحياتهم او اللي ضحوا مثل ما بيقول بقطعه من جسمهم كرمال الشيء اللي صار، توجهنا لبيوتهم بكل المحافظات السوريه. كان في تعاون مع مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين لتزويدنا بالقوائم، رحنا توزعنا على المحافظات، زرناهم ببيوتهم. يعني ما بتتخيلي حجم الوجع اللي نحن يعني قد ما وصفنا شو شفنا رح يضل قليل من الشيء اللي نحن شفناه. يعني انت فاتي على بيت عنده شهيد بتتفاجئي بتلاقي الاولاد الثلاثه شهداء والزوج شهيد، يعني ما في بيت فتنا الا في اكثر من مصيبه على نفس العائله. يعني في عيال فتنا نحن ما ضل فيها غير شخص واحد، المرافقين العمه الخاله، فالوجع كبير والجرح كبير. حتى بس الحلو كان الجرحى يلي عندهم هذا انه انا يلا بدي اخلص هاي الفتره وراجع داوم. يعني نحن دائما عم نحاول شو ما قدمنا رح يكون قليل، بس وقوفنا معهم وجودك جنبهم وش لوش عندهم صحيح. بالبيت عم يحاول شوي يعطيهم هيك دفعه صغيره ودفعه لنا بصراحه. يعني نحن كمان كنا عقد موجوعين بحاجه لانه لما تشاركي بالوجع بيحملوه اثنين بيكون اخف. اكيد يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم لدعمكم، لانه هم فعلا من اكثر الناس اللي بحاجه اليوم لا دعم. خلينا لبنى نقول اسم سوريا بتجمعنا اليوم مرتبط بتصميم ثقافة العمل التطوعي، اليوم شو المسؤولية اللي بيحملكم يا هيدا الرصيد؟ هلا العمل التطوعي هو دائما بحد ذاته تربية ذاتية ومسؤولية. كلمة الشخص المتطوع اللي هو رايح يعطي من وقته ليساعد الناس بدون أي مقابل، هذا الشخص يلي مستعد، في ناس لو كانت موجودة لمدة نص ساعة تقدر تشيل للناس اللي هي موجودة بهذا البلد واللي هي بحاجته. التطوع بشكل عام هو دائما بنقول الشعب السوري متطوع بالفطرة، شو ما كان عم يصير عم يساهم ويساعد، بيكون بدون ما يكون موجود منتسب لجمعية أو لمؤسسة، هو بطبيعته هذا الشيء شفناه بالزلزال وبالحرائق. ولمسناه نحن كمؤسسة من الناس اللي صارت تتواصل معنا انه وين انتم موجودين لنقدر نجي نساعدكم لنقدر نكون معكم. التطوع هو هذا الشاب او الصبيه اللي عم يكونوا عم يتطوعوا، هذا الشيء عم يرجع عليهم اول شيء بالدرجه الشخصيه كشيء ايجابي، دعم ومسؤوليه وتربيه ذاتيه للروح، وبنفس الوقت عم يرجع على البلد وعلى المجتمع وعلى الناس اللي حواليهم والناس اللي هن عم يساعدوهم، لانه الرد الايجابي عم يكون على الطرفين. يعني اليوم كمان مو بس انتوا عم تحمسوا العالم لحتى كمان هي تشارك بالعمل التطوعي ويصير في عندها مبادرات، يعني أكيد. التشجيع كثير حلو. طب من خلال هي المبادرات ومن خلال انتوا عم تتنقلوا من مكان لمكان اكيد في عندكم تحديات وصعوبات وممكن هيك شوي ما يعني ردة فعل العالم او التفاعل ممكن يكون كمان غريب شوي ثاني، خلينا نحكي عن هي الاشياء. هلا الصعوبات والتحديات موجوده دائما والتعب موجود دائما، بس نحن دائما بنقول هذا التعب الحلو نحن بنسميه، يعني قد ما كنتي عم تتعبي عم تلاقي نتيجه. هلا الناس بهذا الظرف بالذات هي بحاجه لاي شيء يكون سند لها، ف يعني نحن التحديات اللي عم نواجهها غير تحديات الناس، تحديات الوضع الموجود، الوضع الاقتصادي، تحديات العقوبات اللي علينا ما عم تخلينا نمارس عملنا بالشكل الامثل، وما عم نحاول يعني عم نحاول نوصل لكل العالم.
العالم بالطريقه اللي بنقدر عليها. هذا الشيء ما عم يخلينا نعمل اللي نحن بدنا اياه، يعني مثل ما كنا حاطين بال 2023 نمشي بخطه تنمويه، الاحداث اللي صارت ما قدرت تخلينا نكمل. بالمقابل هي الناس اللي نحن عم نكون معها، هي في ناس جرحى كبير بدك تحاولي قدر الامكان تسمعيها وتستوعبيها، ولانه بضل يعني هن الوجع الاكبر. وبالنسبه للناس المتطوعين اللي عم يجوا عم يكونوا معنا هلا، الحمد لله هلا ما واجهنا اي صعوبه بانه حدا او شيء سلبي بحدا مثلا حابب يتطوع او لا، هي بالعكس، لانه او اي حدا عم يجي على هذا البيت، على بيتنا مؤسسة سوريا بتجمعنا، عم يحس حاله من اهل البيت وعم يتصرف كعائلة. فهي دائما الرد بتجي يعني على الناس المستفيدين يلي نحن عم نساعدهم، وعلى جو العائله بالذات، وبالنهايه على المجتمع اللي نحن عايشين فيه. تمام لبنى، ولما نقول مؤسسه سوريا تجمعنا لابد انه نذكر مشروع الدوائم المجاني، هل هو بعده موجود ضمن المؤسسه؟ لساته موجود بدمشق وريف دمشق ام رح تتوسعوا بالمحافظات اكثر؟ هل هو عم تقدروا تامنوا الادويه المزمنه للامراض المزمنه كافه بشكل مجاني؟ خلينا نوضح اكثر. هلا هي احد الصعوبات يلي سالتيني عن حضرتك. هلا نحن دوائي دائما كانت الفكره لا نطلع اكثر من دمشق وريف دمشق، وهلا مع غلاء الاسعار الادويه وصعوبه تامينها نحن لا اكيد ما وقفنا، بس نحن بنحاول نرجع شوي نعمل دراسه لنحاول نقدر نصير ناخذ الناس اللي هي اكثر حاجه، لانه الهدف كان بالاساس نوصل للكل، بس كونه هي الصعوبات عم نواجهها فعم نعيد دراسه لحتى الاولويه تكون للناس الاكثر حاجه، للعائلات الفاقده، للمعيل، يعني المرضى اللي بيعانوا من الامراض المزمنه اللي بغطيها مشروع دوائي. ولكن المشروع ما وقف، لساته موجود، وحاليا عم نجدد البطاقات اللي انتهت السنه الماضيه، ولا اكيد مكملين فيه، وان شاء الله يعني نامل انه يعني نطمح انه نغطي اكبر عدد من المرضى اللي هن بحاجه فعلا لهذا الموضوع. هذا ما في الواحد يقدر يوقفه. أكيد. أكيد يعني لبنى سوريا بتجمعنا اليوم صار عمرها 12 سنة، يعني تقريبا من بداية الأزمة. تذكري أول مبادرات لكم كيف كانت، وشوي شوي لحتى تطور شغلكم وتوسع أكثر ضمن المحافظات؟ هلا بالبدايه اكيد كل شيء كان له صعوبه، صعوبه الداتا اللي انت بدك تجيبيها لتقدري تغطي، صعوبه رده فعل الناس انه هي العائله تغطيت، هي العائله ما تغطيت. هلا عم حاول نسيكي صعوبه الحصول على الادويه وهي القصص، لانه هذا العائله الصعوبه هي الازمه الاكبر. لا هلا صعوبات يعني من اول ما بلشنا، الصعوبات هي بس انه انت عملك كان عم يتنظم كل سنه عن سنه، هي الصعوبات موجوده يا بتزيد يا بتقل حسب الوضع العام، ولكن بس الهدف انه انت بتكوني راسمه لشيء، الوضع اللي حوالينا بخليك توقفي، بصير مو نوقف. نحن الحمد لله ما لغينا ولا مشروع، ما وقفنا ولا مشروع، بس بتعيدي دراسه انه لوين بدي اتوجه، شو الناس اللي هي اكثر بحاجه للادويه، شو الناس الاكثر بحاجه للسلل الغذائيه، عائلات الشهداء والجرحى والمفقودين. هذا الشيء اللي نحن بس عم نعاني منه، انه كل ما زاد الوضع الاقتصادي صعوبه، كل ما نحن عدتي دراسه الشيء اللي انت عم تشتغلي فيه. ولكن الشيء الحلو انه انت كل ما كبرتي سنه عن سنه الشغل عم يتنظم، الشغل عم يمشي بطريقه، كيف التحضير، كيف الجهه الناس اللي بدنا نوصلها، شو نتيجه الشيء اللي عملناه، الايجابيات والسلبيات اللي عم تواجهنا، هذا الشيء دائم عم نشتغل عليه. تمام، طب خلينا نتعرف اكثر على فريق العمل ضمن مؤسسه سوريا بتجمعنا، يعني نحن اي اختصاصات قادرين نستقبلها اليوم ضمن المؤسسه؟ عم نحكي عن شيء طبي ودوائي، هل لازم يكون في اطباء ام لا؟ اي شخص اليوم حابب يتطوع او يدخل عمل تطوعي هو قادر انه يدخل المؤسسه؟ هلا اي شخص حابب اكيد، باب المؤسسه مفتوح للكل بكل الاختصاصات، لانه مثل ما حكينا نحن عائله. هلا في عندنا من ضمن المتطوعين المؤسسه في دكاتره وفي صيادله وفي مهندسين، فموجودين عم يساعدونا وقت يكون في دوائي، وقت يكون في شيء له علاقه بامور الاتش ار، وقت يكون في له علاقه بشيء تصميم، فالشخص اللي موجود وعنده هي الخبره اكيد عم يطالعها وعم يستفيد منها. ولكن كاختصاصات لا، نحن اي حدا بيفوت على المؤسسه هو بيكون يعني بالعكس شيء غني للمؤسسه، عم يزيد من غنى المؤسسه. طيب شو الاختصاصات المحدده لحتى انا مثلا شو لازم يكون اختصاصي لحتى انا بدي انضم لعائله سوريا بتجمعنا او صير من هذا الفريق؟ لازم يكون في اختصاص محدد او حتى عمر محدد؟ انا ممكن في سن فوق 18 بس.
بس يعني لانه تحت 18 بدك تلاقي عندي راسه بده يكون صحيح. مشغول بالعمل التطوعي، ولكن نحن بس انه فوق 18 ليكون كمل عمل. ما في نحن يعني نحن ما بنطلب اختصاصات كمؤسسه، بس كونه نحن يعني المتطوعين الموجودين عندنا بنستفيد من اختصاصاتهم. اي حدا بيجي مثل ما خبرت حضرتك بيغني المؤسسه شو ما كان اختصاصه، لانه انت بالنهايه عم يكون عندك شيء اختصاص بشيء معين وعم يكون عندك عمل على الارض صحيح. فالكل مرحب فيه باي وقت وبحاجه الكل اكيد. طبعا. خلينا نحكي عن اهميه التنسيق والتشبيك اليوم مع جهات حكوميه او خاصه لحتى تنفذوا مشاريعكم اكثر. اليوم بنحكي عن اهل الخير واصحاب الايادي البيضاء، عم يكون في دعم لكم ضمن المؤسسه؟ هلا نحن بالاساس دعم مؤسسه سوريا بتجمعنا تمويل خارجي وذاتي عن طريق اصدقاء المؤسسه سواء خارج سوريا او داخل سوريا. هلا يعني حضرتك سالتيني انه اذا في تنسيق او شيء، هلا نحن تنسيق هو اساس عملنا سواء مع الجهات الحكوميه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل مع المحافظه ومع المنظمات غير الحكوميه الثانيه، لانه هذا الشيء بيشكل عندك قاعده بيانات كبيره تقدري توصلي فيها لكل الناس. ممكن انا داتا ما عندي اياها مؤسسه ثانيه عندها اياها اتشارك انا وياها لحتى نقدر نوصل لكل الناس الموجودين. والجهات الحكوميه مثل ما حكينا سواء وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، المديريه، مكتب شؤون الشهداء، المحافظه، طبعا اكيد عم يكونوا معنا يعني فورا وايد بايد وعم يساعدونا لحتى نوصل الخدمات اللي نحن حابين نوصلها لكل الناس. خلينا نرجع نستذكر المشاريع او المبادرات يلي هلا عم تخططوا لها كبدايه لل 2024، في شيء جديد؟ في شيء راح منكم وعم ترجعوا هلا بدكم ترجعوا تعيشوا من اول وجديد؟ هلا مبادراتنا نحن بنشتغل مثل ما بيقولوا المشاريع بتكون وليدة اللحظة، مشاريعنا الدائمة موجودة اللي حكينا فيها، الدوائي، التنفس، على امتداد الوطن، الشباب، نبض الوطن، هي الحقائب المدرسية والقرطاسية والسلال الغذائية والمواد الغذائية، هذا كلها هي مستمرة وموجودة ويعني ما بنقدر نوقفها أساسا لأنه هي صحيح. عماد عملنا. في شيء نضاف على الطوارئ؟ هلا مشروع بداية هذا اللي حكيت فيه إنه المشاريع المتناهية الصغيرة والمتناهية الصغر، هذا لأنه خطتنا بال 2024 نتوجه نحو التنموي، فإن شاء الله رح نركز عليه. كان بلشنا فيه بال 2023 على درنا على أصحاب اللي عندهم اللي بيعملوا خبز التنور على الطريق، درنا عليهم وساهمنا بمساعدتهم بمادة الطحين كبداية لمشروع، وهلا إن شاء الله بال 2024 رح نكمل. ومثل ما حكيت المشاريع الوليدة اللحظة يلي إن شاء الله ما بنوقع بأي شيء اضطراري خلينا نشتغل عليه. ويمكن خلال حديثنا معك ذكرتي إنه لازم اليوم يكون في داتا معينة لحتى نقدر نشتغل عليها وننفذ مشاريعنا. تمام. خلينا نوضح عن آلية العمل اليوم ضمن المؤسسة، كيف بتخططوا لأي فعالية أو أي مبادرة اليوم أنتم عم تطلقوها؟ يعني كيف بتيجي الفكرة إنه أي أسرة، أي محافظة، أي ضيعة ممكن تتوجهوا إلى؟ خلينا هيك نكون أكثر بأجواء المؤسسة. هلا نحن عندنا فريق افرع غير مشهره باللاذقيه وبحلب وبحمص وبدير الزور، وان شاء الله قريبا رح نفتتح باقي المحافظات. صار في فريق هونيك، هو هذا الفريق على الارض هو بيدرس الحاجه، بيشوف وين في مكان معين لازم نتوجه له حسب حاجه الشارع. بده يكون في القوائم، ممكن تجي من المحافظه، ممكن تجي من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مديريه مكتب شهداء الجرحى والمفقودين. هلا احنا باب المؤسسه مفتوح لاي حدا، في ناس عم تجي تطلب مساعده بنسجل هي الداتا عشان وقت يكون في مجال نرجع نتواصل معهم ونساعدهم. التنسيق والتشبيك بس تجي القوائم نتواصل نحن معهم، بناخذ المعلومات منهم، بصير في دراسه وبنرجع نتواصل معهم لنشوف ممكن يكون اغلبيتها زيارات لعندهم للتقديم، ممكن يكون في فعاليات تكون عندنا بالمؤسسه حسب بيوت الناس الموجوده، ممكن نزور بدور ايتام بدار المسنين، هي دائما هي المشاريع موجوده. وهلا حاليا عم نقدم، بلشنا بال 2023 وهلا مكملين فيها جواكيت شتويه للاطفال بدور الايتام والمسنين وبالمحافظات. طيب عدد المتطوعين لبنى اليوم بكفي لحتى تقول سوريا بتجمعنا؟ هي معنا بحاجة لإضافة أعداد ثانية؟
هلا لا نحن دائما بحاجه اضافه اعداد. هلا نحن العدد هلا منيح ولا في نقص؟ لا هلا نحن تقريبا نحن فوق ال 200 متطوع متوزعين بالمحافظه. 200 متطوع. 200 ان شاء الله بصيروا ان شاء الله يا رب. ودائما انت دائما بحاجه. ليش؟ لانه كله عم ينظم حسب وقته. يعني انا اليوم بقدر انزل بجوز بكره ما اقدر انزل. صحيح. فمشان هيك انت دائما بحاجه. اي كل ما كبر العدد هذا الشيء يعني منيح للمؤسسه ومنيح لهدول المتطوعين. لانه كله عم ينسق حسب وقته ليقدر يكون معنا. اكيد. صحيح. بالختام لبنى بدنا نشكرك كثير ونوجه تحيه لكل كادر مؤسسه سوريا بجمعنا، واكيد كل شخص اليوم عم يعمل خير رغم كل الظروف والامكانيات الصعبه. اهلا وسهلا فيكي. شكر لكم وانتم شركائنا بهذا العطاء. ان شاء الله الخير. يعني هلا عم تسمعي علينا نجي نصير من افراد سوريا بجمعنا. اكيد لنا شرف أكيد. واكيد ان شاء الله هيك مثل ما قلت لك بصيروا 2000 وزياده من النجاح والتالق لكم. وهيك يعني شكرا كثير لجهودكم الموزوله. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا.